السلام عليكم ورحمة الله. بدنا نحكي هلأ درس الريماركبل ايدنتيتيز، اللي هو بالفعل بينشرح بجريد 8، انما بكفي لجريد 9 وللسكندري كل المراحل اللي بعده. الريماركبل ايدنتيتي اللي هن عددهم 3، اول شي رح اخد let a and b be two real numbers. أخذت الـ A والـ B هن real numbers، يعني نحن لازم نعرف إنه remarkable identities بيزبطوا على كل الأرقام اللي بعرفها، يعني natural و integers و decimal بيزبطوا. الـ remarkable identity بيطبقوا عليهم كل. هبلش بأول remarkable identity ونستنتج شو الفورم اللي بتساوي. أول remarkable identity هي in the form of A plus B quantity square. هاي بقراها A plus B quantity square مش A plus B square، لأنه إذا بدي أقول A plus B square معناتها square هي على البي بس. قبل ما أقول شو بتساوي، خليني أطبقها بحسب قاعدات درس الباور. بحسب قاعدات درس الباور هي بتساوي A plus B times A plus B، لأنه ال A plus B عليها exponent 2، فإذا هي مضروبة بنفسها مرتين. لطبق هيدي بدي أضرب الـ A مع الـ A ومع الـ B، وبس خلص بدي أضرب الـ B مرة مع الـ A ومرة مع الـ B. شو حيطلع عندي؟ A times A اللي هي A square، بعدين الـ A مع plus B، plus times plus هي plus، A times B هي AB. خلصت من الـ A، هلأ بيجي لعند الـ B. plus times plus هي plus، b times a هي ba، ففي حطها كمان اني ab لانه ab او ba نفس الشيء. plus times plus هي plus، b times b هي b square equal ال a square ما في غيرها رح نزلها. عندي plus ab plus ab، الكوفيشنت هون هو 1 وهون هو 1، الفاريبل هو اي بي فبحطه مره واحده. بلس 1 بلس 1 هي بلس 2، والبي سكوير ما في غير. هيك بكون حصلت على اول ريماركبل ايدنتيتي. فاذا اي بلس بي كوانتيتي سكوير بتساوي اي سكوير بلس 2 اي بي بلس بي سكوير. خليني كفي بتاني ريماركبل ايدنتيتي اللي هي اي ماينس بي كوانتيتي سكوير. نفس الحكي، هي اي ماينس بي مضروبة ب a minus b لأنه عليها power 2 equal. بدي أضرب ال a مع ال a ومع ال minus b، وبس خلص بدي أضرب ال minus b مع ال a وال minus b مع ال minus b. خلينا نشوف شو بيطلع عندي. plus a times plus a هي a square، بعدين plus a عم بضربها مع minus b، بضرب ال signs بالأول. plus times minus هي minus، a times b هي ab. خلصت من الـ A، هلأ بيجي لعند الـ B. minus B بدي أضربها مع A، minus times plus هي minus، B times A هي BA، وفي حطها كمان AB نفس الشيء. minus B مع minus B، minus times minus هي plus، و B times B هي B square equal الـ A square ما في غيرها رح نزلها. minus AB minus AB كمان الـ coefficient هون هو 1، فبحط ال AB مرة واحدة. minus 1 minus 1 هي minus 2، وال B square ما في غير. هيك بكون حصلت على تاني remarkable identity. فإذا A minus B quantity square هي A square minus 2AB plus B square. تالت remarkable identity اللي هي بهذا الشكل A minus B A plus B. أكيد الساين بين 2 parentheses هي times، سواء حطيتها أو ما حطيتها. لكمان لأعرف شو بتساوي، الـ A حضربها مرة بالـ A ومرة بالـ B، والـ minus B مرة بالـ A ومرة بالـ B. هيطلع عندي A times A هي A square، plus A times plus B، plus times plus هي plus، A times B هي AB.
هلا minus b مع plus a minus times plus هي minus وb times a هي ba أو لحطها أني ab minus b مع plus b minus times plus هي minus وb times b هي b square equal a square رح نزلها شو عندي هون ab ab مرة plus مرة minus فإذا بيروحوا بعض هضل عندي minus b square هيدي هي ثالث remarkable item كسمري لهذا الحكي remarkable identities هنا بهذا الشكل أول واحد A plus B quantity square equal A square plus 2 مضروبة ب A مضروبة ب B plus B square لازم نحطها ب parentheses هلأ حنشوف لاي لأنه ممكن الA يكون أكثر من term كمان A minus B quantity square هي a سكوير minus 2ab plus b سكوير فإذا الفرق بين هاي وبين هاي الفرق بالساين هاي دي plus هاي minus هاي plus هاي minus هذا هو الديفرنس الوحيد ثالث واحدة هي a minus b مضروبة ب a plus b بتساوي a سكوير minus b سكوير السؤال بدرس الريماركبل ايدنتيتي عطول بيكون واحد من اثنين يا اما اكسباند يا اما فاكتورايز واللي هن بعكس بعض يا بيقول لي اكسباند اكسباند بمعنى اكسباند اند ريديوس بمعنى سمبليفاي او بيقول لي فاكتورايز بس يقول لي اكسباند معناته انا بدي انتقل من هاي الميله لهاي الميله فاذا السؤال هون بيكون اكسباند بس يقول لي factorize فإذا أنا بدي انتقل من هاي الميلة لهاي الميلة هون السؤال بيكون factorize شو معطاك أي expression قال لك expand الإكسباند عنده four ways في أربع طرق للإكسباند يا expand أو expand and reduce نفس الشيء قلنا عندي أربع طرق للإكسباند ثلاثة منهم هن هودي remarkable identities واحدة منهم اللي هي distributivity هلا بنشوف كيف بنشتغل عليها فاذا عندي اربع طرق للفاكتورايز للاكسباند ثلاثه منهم هن ريماركبل ايدنتيتي وواحده منهم هي distributivity الفاكتورايز كمان عندي اربع طرق عندي four ways للفاكتورايز ثلاثه منهم هن هاو والرابعه هي common factor common factor فإذا سواء expand أو factorize عندي أربع طرق هناخد example لنشوف كيف بدي طبق الاكسباند والfactorize application 1 expand the following أو the following expression شو ممكن هياخد أول وحدة بهذا الشكل x plus 2 quantity square هياخد تاني واحدة بهذا الشكل x minus 3 x plus 3 تالت واحدة لأخدها بهذا الشكل 2x minus 5 quantity square ورابع واحدة لأخدها بهذا الشكل 2x minus 3 minus x plus 5 طيب خلينا ننتبه بالأول إنه السؤال هو expand بمجرد سألتك سؤال expand أو factorize بحط لي three remarkable identities قدامي حطيتهم قدامي هاو دي remarkable identities حطيتهم قدامي طيب السؤال expand فإذا نقولنا نحن expand يعني من هاي الميلة لهاي الميلة from the left to the right بما إنه أنا بدي أعمل expand فإذا أنا على هاي الميلة هلأ ولازم أوصل لهاي الميلة فإذا أنا هلا هون كيف بدي أشتغل؟ بدي أحفظ إنه هيدي هي one expression عطتني one two three فإذا one بيعطي three واحد بيعطي ثلاثة نفس الحكي one expression عطتني واحد اثنين ثلاثة فإذا واحد بيعطي ثلاثة تحت عندي two expressions هيدي وهاي عطتني two expressions فإذا اثنين بيعطي
2. فإذا واحد بيعطي 3، واحد بيعطي 3، 2 بيعطي 2. هلأ كيف بكفي؟ بما أنه أنا على هالميلة فبديش خلي هايدي تكون وحدة منها. هايدي هي one expression. مين في one expression؟ الأولى أو الثانية؟ فإذا هايدي هي مش ثالث وحدة، لأنه الثالثة فيها two expressions. هي يا الأولى يا الثانية. بدي شبه هاي بهاي. عندي quantity هون و quantity تاني هون. أحي هون عندي x، هون عندي 2، بيناتهم plus، هون بيناتهم plus، عليها power 2 وعليها power 2. فإذا هاي هي أول وحدة. حسب القاعدة أخذت الـ A اللي هي أول value عملت لها square، plus 2 مضروب بالأول مضروب بالتاني، plus التاني على square. حسب القاعدة يعني بدها تصير x square plus 2 مضروب بالأول اللي هو x مضروب بالتاني اللي هو 2 plus التاني بعمل له power 2 وبفرطها. يعني هاي x square plus 2 times x times 2، بضرب 2 مع 2 وبحط x، يعني 4x plus 4. هيك بتكون خلصت، هيك بتكون عملت expand. شو عندي؟ واحد one expression عطاني 3، فإذا شغلي صح. لشوف هون كمان السؤال expand. فإذا نحنا يا هون يا هون يا هون، خليني أقارن. هيدي فيها two expressions، اللي فيها two expressions هي تالت وحدة، ولكن خليني نشوف إذا هاي هي نفسها. هاي هون عندي a وهون عندي a، يعني نفس الفاليو. طب هون عندي x هون عندي x، تمام لحد هلا. هون b وهون هون b وهون b، هون 3 هون 3. فإذا شغلي صح، مرة ماينس مرة بلس مرة ماينس مرة بلس. حسب القاعدة بأخذ أول فاليو بعمل لها سكوير، وتاني فاليو بعمل لها سكوير وبيناتهم ماينس. يعني أول فاليو اللي هي x بعمل لها سكوير ماينس، تاني فاليو اللي هي 3 بعمل لها سكوير equal x سكوير ماينس 9. هيك بكون عملت expand. two expressions هون two expressions هون. تالت وحدة 2x minus 5 quantity square one expression. فإذا أنا يا بالأولى يا بالتاني. طب بس ما هو بيناتهم ماينس، فإذا هيدي اللي فيها ماينس، فإذا أنا بالتاني وحدة. طبق القاعدة اللي هي أول value بعمل لها square، square على 2x كلها minus 2 مضروبة بأول value اللي هي 2x مضروبة بالتاني اللي هي 5 plus تاني value اللي هي 5 كلها square equal square. هون بدي وزعه لل 2 ولل x، فإذا حتصير 2 square اللي هي 4x square minus نزلتها 2 times 2 times 5 اللي هي 4 times 5 يعني 20x plus 25. هيك بكون خلصتها. one expression عطاني 1 2 3، واحد عطاني 3. طيب هون كمان السؤال factorize. فإذا أنا يا هون يا هون يا هون عندي 2 expressions، فإذا أنا بالتالتي خليني أشوف إذا هل هي فعلا بالتالتي. بالتالتي بدي يكون هون A وهون A يعني نفس الفاليو. طب هون عندي 2x هون عندي minus x، فإذا ما بتزبط أكثر من هيك. هون عندي 3 هون عندي 5، فإذا ما بتزبط. فإذا هيدي هي مش تالت وحدة لأنه مش نفس الفاليو. طيب وأكيد مش الأولى ومش الثانية لأنه مش one expression. فإذا هلأ بدي أفكر بال distributivity لأنه ولا remarkable identity ضبطت. distributivity شو هي؟ distributivity يعني توزيع، مثل ما عملت قبل شوي. 2x بدي أضربها مرة بالminus x ومرة بالplus 5، وبس خلص برجع لعند الminus 3 بضربها مرة بالminus x ومرة بالplus 5. يعني حيصير عندي 2x بدي أضربها مع minus x، بضرب الساين بعدين النمبر بعدين الفاريبل. بلس هاي اشارتها بلس وهاي اشارتها ماينس. بلس تايمز ماينس هي ماينس 2 وهون ما في نمبر، فاذا 2 اكس تايمز اكس هي اكس تو باور 2. هلا 2 اكس مع البلس 5، بلس تايمز بلس هي بلس، 2 تايمز 5 هي 10 والاكس بحط. خلصت من 2 اكس برجع لعند الماينس 3. ماينس 3 بدي اضربها مع ماينس اكس، ماينس تايمز ماينس هي بلس، 3 تايمز اكس هي 3 اكس.
minus 3 مع plus 5 minus times plus هي minus و 3 times 5 هي 50 equal minus 2x square ما في غيره رح نزلها 10x و 3x في اجمعهم لانه the same variable اللي هو x فبحط x مره واحده plus 10 plus 3 هي plus 13 و minus 15 بالاخر بنزلها هيك بكون عملت لها expand فاذا لما اعمل expand اول شيء بفكر بالremarkable identity اذا ولا وحده زبطت بفكر بالdistributivity طيب خلينا اشتغل application 2 اللي هي factorize the following او the following expressions حبلش باول وحده هي شكلها هيك طيب بدي اعمل factorize لهيدي الاكسبرشن factorize فاذا دغري بكتب قدامي remarkable identities اللي هن ها factorize فاذا انا بدي انتقل from this side to this side يعني من اليمين للشمال كيف بدي اعمل factorize بتطلع هون في 3 expressions مين اللي عنده 3 expressions على اليمين هي الاولى والثانيه طيب بيناتهم كلها بلس مين اللي في بيناتهم كلها بلس هي الاولى لانه الثاني في هون ماينس هون ما في ماينس فاذا هيدي هي اول ريماركابل ايدنتيتي بدي خلي هاي تشبه هاي لحتى احط الجواب هيك لاقدر اعمل لها فاكتورايز طب هون شو عندي اول فاليو على سكوير معهم اول فاليو على سكوير اكس سكوير بلس الثاني بتركه للاخر الثاني للتاكيد بتركه للاخر خليني اجي لهون لعند هذا الثالث عندي هون 4 بس ما هون لازم يكون عم بقول لي فاليو على اي سكوير في اعملها انا ال 4 هي 2 سكوير فاذا حسب اني كاتب انا لحد هلا الاي هي الاكس والبي هي 2 طيب ثاني فاليو بدها تكون 2 تايمز اي تايمز بي خليني اتاكد اذا شغلي صح 2 تايمز اي الاي حسب اني كاتب هي الاكس والبي هي 2 رح اضرب هاو اذا طلع جوابهم 4x فاذا شغلنا صح 2 تايمز 2 هي 4 وهي x حطيتها 4x فاذا تمام شغلنا صحيح هلا صارت هاي بتشبه هاي شو عملنا هون اخذنا اول فاليو الاي والثالثه هون او الثاني اللي هي البي وعملت لها كلها باور 2 يعني x بلس هيدي 2 كلها سكوير شو عندي ثلاثه اكسبريشنز اعطاني 1 طيب اذا بدي اشتغل هيدي for example x square minus 6x plus 9 كمان السؤال factorize فاذا انا على هالميله في 3 expressions فاذا انا يا بالاولى يا بالثانيه ولكن ثاني expression عنده minus فاذا انا بثاني وحده بدي اخلي هاي تشبهها اول فاليو عليها سكوير موجود طيب ال9 بدي اعملها سكوير فاذا هي 3 سكوير ثاني اكسبريشن بده يكون ماينس 2ab خليني اشوف اذا شغلي صح 2 الاي حسب اني حاطط هي الاكس والبي هي ال3 2 تايمز 3 هي 6 وعندي اكس 6x فاذا شغلنا صح حسب القاعده باخذ اول فاليو اللي هي الاكس ثاني فاليو اللي هي 3 بيناتهم ماينس كلها باور شو عندي 3 expressions اعطاني 1 expression هيك بكون عملت factorize طيب حناخد بعد example كمان السؤال هو factorize 4x square minus 60 بدي اعمل factorize لهي كمان remarkable identities بدهم يكونوا قدامي عندي هون 2 expressions فإذا بتطلع هون أنا مين اللي فيها 2 expressions على اليمين لأنه أنا بنتقل الفاكتورايز من اليمين للشمال هي الثالث وحدة فإذا هيدي هي الثالث وحدة بدي خليها تصير تشبهها هون أول value كله على السكوير بينما هون السكوير هي بس على الأكس بدي أعمل سكوير على كل هيدي فبكل بساطة بعملها 2x كلها سكوير لأنه هاي جوابها هو 4x سكوير
ماينس احيي الماينس موجود. كمان بده يكون تاني فاليو على سكوير، بس ال16 ما عليها سكوير فكمان بعملها 4 سكوير. هلا صارت هاي بتشبه حسب القاعدة، أخذنا الـ A والـ B، مرة حطينا بيناتهم ماينس، مرة حطينا بيناتهم بلس، فإذا حتصير بفتح two parentheses، مرة بيناتهم ماينس، مرة بيناتهم بلس، الـ A اللي هي 2x والـ B اللي هي 4، هيك بكون عملت factorize two expressions، عطاني two expressions. طيب إذا كان عندي هيك for example، وايضا السؤال هو factorize، اول شيء بدي اكتب الremarkable identities قدامي، كتبتها الremarkable identities، بتطلع هيدي three expressions، فاذا اني يا بالاولى هيدي يا بالثانيه، ولكن خليني اشوف اول expression بدي يكون على square، ما على square وما بقدر اعمل له square ما فيه، وبدي يكون الاكسبريشن الثاني كمان على سكوير مع على سكوير، ال12 مع على سكوير وما في اعمل له سكوير لانه ما في نمبر بعمل له سكوير، اكيد ناتشرال نمبر، ما في نمبر ناتشرال بعمل له سكوير بيطلع 12. هلا لانه كل الريماركبل ايدنتيتيز خلصوا فبفكر هلا بالكومون فاكتور. الكومون فاكتور بدي فتش على شيء كومون بين هودي الثلاثة 12 و16 و32، بدي لاقي شيء كومن، في كومن التو مثلا، بس انا مش بدي بس الكومن، بفتش على اكبر كومن، اكبر كومن بين ال32 وال16 وال12، لنعتبر عندي هون كمان اكس كيوب. اول شيء باخذ كومن بين النمبرز، الكومن بين 32 وال16 وال12 هو ال4، انا عم باخذ اكبر كومن لانه قلنا ال2 هي كومن صح، بس انا بدي اكبر كومن، المشترك الأكبر أو الجي سي دي. بعدين عندي X و X سكوير و X كيوب، الكومون هو اللي عنده إكسبوننت أقل، اللي عنده أقل إكسبوننت بينها هو X، فإذا الكومون فاكتور هو 4X. بمجرد أخذ كومون فاكتور بفتح parentheses، فإذا بمجرد أخذت كومون فاكتور على السريع وراه بفتح parentheses، بدي بلش أقسم 32X over 4X على جانب 32x، عم بقسمها على 4x، x مع x بتروح 32 على 4 هي 8. خلصت من اول وحدة، عندي هون ماينس بنزلها، بدي اقسم 16x سكوير على 4x، 16x سكوير على 4x، 16 على 4 هي 4، x سكوير على x هي x لانه بنقص الاكسبوننت هاي بلس بنزلها، بدي اقسم 12x كيوب على 4x، 12x كيوب over 4x، 12 over 4 هي 3، x كيوب over x هي x سكوير لانه نقص الاكسبوننت، هيك بكون عملت اخذت كومن فاكتور وبكون عملت factorize.